صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارساتها القمعية بحق المتظاهرين الفلسطينيين الرافضين لإعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، حيث تمعن إسرائيل باستخدام الرصاص الحي والطلقات المعدنية المغلفة بالمطاط لقمع المتظاهرين. احنا في بلدتنا هون في خير الدير نظام دائما المواجهات بتصير على مدخل البلد، وفي ايام بصير اقتحامات للبلد من قبل جنود الاحتلال، بصير في قنابل غاز مسيل للدموع، رصاص حي بيستخدموا فيه مطاط، ما بيهتموا اذا صابوا حدا جريح شهيد، ما عندهم اي مشكلة. بلشوا على البلد مسيل للدموع وعلى البيوت وبيقتحموا البيوت وبضربوا الاولاد بهدلوا الناس. سلطات الاحتلال أغلقت قرية دير نظام شمال غربي رام الله وفرضت عليها حصارا مشددا. هذه الإجراءات جاءت في عقاب إعدام بقوات الاحتلال الشاب مصعب فراس التميمي بإطلاق الرصاص عليه خلال مشاركته بمسيرة سلمية. احنا هنا في القرية هذه مستهدفين من الجيش الإسرائيلي بداية ومن المستوطنين ثانيا، فكثير احيانا قطعان المستوطنين بيطلعوا على منطقه بلدنا وبنتصدى لهم وبتصدوا لهم الشباب، واحيانا بيجي الجيش بيروحوا في الاخر بيجي الجيش برضه مره ثانيه وبحاول بيشتبك مع الشباب اللي في البلد، وكثير مرات بتصاوب شباب صغار عندنا. هذا وصعدت قوات الاحتلال من سياسة قمع المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي والقناصة الذين يرافقون عمليات الاقتحام للمدن والقرى والتجمعات السكانية الفلسطينية. تصعيد إسرائيلي لافت وخطير يطال مناحي الحياة الفلسطينية هنا في قرية دير نظام كواحدة من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضيها. من قرية دير نظام شمال غربي رام الله، حسن أبو الروب، الإخبارية.